بس انا فعلا فعلا بحب سمير، وعايز اقول لك حاجه من ضمن الحاجات الظريفه قبل الرحيل يمكن بشهر بالكثير وهو في المستشفى، حبيت اعمل له مفاجاه جميله. ايه بقى؟ في امتحان، وده امتحان موجود يعني، في امتحان الترم الاول لقسم النقد في كليه اعلام جامعه القاهره، حطيت اسمه في سؤال. قلت لهم يعني ايه النجم سمير صبري قدم برنامج؟ تعرف دلوقتي الامتحانات مش زي ايامنا، لا صح وغلط، اختار الاجابه الصحيحه وخلاص. فقلت لهم انه قدم برنامج مهم في السبعينيات، ما هو اسم البرنامج؟ قلت لهم ثلاث اسماء منهم طبعا النادي الدولي. فلقيت الطلبه كلهم اعتبروه ده السؤال اللي فيه اجماع. فرحت بعت السؤال يبعت الامتحان لسمير صوره منه، وقلت له على فكره انه في جيل بيفصلك عنه 50 عاما وفاكرينك وعارفينك وشايفين برنامجك ده برنامج عبقري. كتر الف خيرك. شكرا والله. هو بينا عشان هو بينا يعني، انك انت تسعد انسان وهو عايش دي اعظم مليون مره. انت اديني ورده وانا عايش، ما تحطش باقه ورده على قبري. ما هو يعني الموت علينا حق يعني زي ما بنقول طبعا، والرحمه تجوز على الاحياء والاموات. طبعا طبعا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. زميلي وصديقي الاستاذ طارق الشناوي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.